معتز على فكرة احنا ممكن نتناقش في الموضوع ده. نتناقش في ايه؟ احنا مش هنتناقش في حاجة. انا قلت لا يعني لا فارس، لا يا جميلة. ايوة ليه؟ ليه؟ عشان يعني انت ليه بتدخل اصلا علاقات في الشغل؟ لا يا شيخة، وانت لما طلبت مني ان الداليا ده كان ايه؟ ما كانش تدخيل علاقات في الشغل؟ لا ما كانش تدخيل علاقات في الشغل، عشان داليا معجبة بيك وعايزة تظبطك. طب دي وجهة نظرك، دي قناعتك. مش وجهة نظر. لا دي وجهة نظرك، انت مقتنعة ان البني ادمة دي معجبة بيا، ومع ذلك انا عملتلك اللي انت عايزاه. لكن ده كان بني ادم فيما بينك وبينه في يوم من الايام حاجة، فايه بقى ان شاء الله؟ فايه ايه؟ مش مفيش اصلا مقارنة. انت شغلك مع داليا مش فارق حاجة، انا شغلي مع فارس هتبقى فرصة كويسة. طيب لاخر مرة يا جميلة، فارس لا، انت لما طلبت مني ان انقل داليا عملتلك كل اللي انت عايزاه. متهيالي ان ابسط حقوقي ان لما اقولك ما تشتغليش مع بني ادم كان في يوم من الايام بينك وبينه حاجه انك تعملي ده. ده غير ان هي المفروض تيجي منك انت اصلا مش من انا. يعني ايه المفروض انا اسيب المنظمه عشان ترتاح؟ يا ستي سيبي المنظمه بقى، تعملي اللي تعمليه، مشي شغلك بالطريقه اللي انت عايزاها، بس فارس لا. ده ايه ده؟ ادي العروسة بنفسها اهي، جايبها لكم بقى عشان تباركوا لها على الهوا. الف مبروك يا حبايبي. مبروك يا عروسة. بقول لك ايه، ده انت امك داعية عليكي، ما لقيتيش غير عمرو. يا بنتي كده هتصدقك؟ حرام عليكي، امها داعية ليا صح. لا عادي، هي دي قش، عمرو مفهمني. نعم يا اختي. ايه مالها قش بقى ان شاء الله؟ عملت لك ايه؟ قايلها ايه يا ابني؟ قال لي كل خير بصراحة. انا مش حاساكوا. الف مبروك يا عروسة، وربنا يتمم لكم بخير. الله يبارك في حضرتك يا استاذ ابراهيم. لا 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 استاذ ايه، بقول لك ايه، احنا هنرفع الكلفه بيننا وبين بعض. تقولي لي يا ابراهيم زي ما عمرو بيقول لي بالظبط. وانا كمان هتقولي لي يا الي. بقول لكم يا جماعه خلاص بقى اتعرفنا، ويعني بلاش الشغل العوازل ده. يلا باي. مش عايز تحلي؟